أهلا أعزائنا المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. وقال الله ليكن نور فكان نور، لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. إحنا في هذا الأسبوع في ذكرى يوم العابرين، احتفال يوم العابرين، وإحنا أيضا منحتفل معهم ومنبارك لكل عابر جاء إلى يسوع المسيح، اختبر غفران خطاياه واختبر الخلاص والحياة الأبدية والضمان الأبدي من خلال شخص الرب يسوع المسيح. ألف مبروك عليكم يسوع المسيح. إخوتي وأخواتي، إحنا عم نعيش في ظاهرة عظيمة جدا لم يسبق لها مثيل في كل التاريخ. في هذه الأيام أو في هذه السنين، في أواخر، خليني أقول من حوالي يعني 20 سنة، ابتدينا نشوف تغير في المناخ الروحي. رغم الظروف الصعبة والقاسية في كل أنحاء العالم، ولكن الله موجود، الله هو الإله الحي القيوم، ما زال يتواصل ويتفاعل مع البشر. وبعدين شيء تاني اكتشفت، إنه الله بحب شعوبنا العربية، بحب شعوبنا الإسلامية. ومشان هيك أحبائي، في هذه الفترة الزمنية عم نشوف تغيير العديد. وعندما أقول الآلاف هذا لا يكفي، وعندما أقول عشرات الآلاف إنه عدد قليل، عم نشوف ملايين من المسلمين الذين يعتنقون يسوع المسيح أو يأتون إلى يسوع المسيح. كثير من المؤمنين أو الأغلبية عايشين بحياة سرية خوفا على حياتهم من الاضطهاد والمواجهات العائلية، ولا سيما في الدول المسكرة، ولا سيما في القرى والمدن اللي فيها ضغط عائلي على المؤمنين الذين آمنوا بالرب يسوع المسيح. والعديد من المؤمنين بيسوع المسيح عم بيواجهوا كل أنواع الاضطهادات الجسدية والنفسية والفكرية أيضا. بنشوف إنه ناس عم تفشل بالمدارس، أو بيسقطوهم بالمدارس، أو بحاربوهم بشتى الوسائل، ليس لأي سبب آخر، لكن لسبب واحد، إنه هذا الشخص مسيحي. وعم نشوف كتير ناس عم تضطهد من أجل المسيح، وعم نشوف حتى العنف الجسدي على العديد من أحبائنا المؤمنين من خلفية إسلامية. ولكننا نصلي من أجل الحرية، وهذه الحرية هي عطية إلهية لكل إنسان. كل إنسان له الحق إنه يختار دينه، مذهبه، إيمانه. واليوم كتير على فكرة، يعني ملايين من الناس مش بس عم تيجي ليسوع المسيح، ولكن ملايين أخرى عم تترك الإسلام، وكمان مسيحيين عم بيتركوا الإسلام وبيتركوا المسيحية وعم بيلتجئوا للإلحاد أو اللا دينية. وطبعا إحنا كمسيحيين لا نهدد ولا يعني نأمر بالقتل ولا نأمر إنه بحد الرد إنه شخص ارتد عن المسيح فعقابه الموت أو الاضطهاد أو إنه بيهرب إلى دولة أخرى بسبب إيمانه بيسوع المسيح. ولكن بكل بساطة نحن نقول إنه كل إنسان يحق له إنه ينادي بمبدأه، ينادي بدينه، وإذا كان دينه أو مبدأه هو بيساعد الإنسانية والبشرية وبيعطي الشبع روحي لقلب وحياة الإنسان فليكن. وإذا كان هذا الإيمان يعد بالغفران والخلاص والحياة الأبدية، طبعا هذا لا نراه في أي ديانة أخرى مع كل احترامي، ولكن نراها بوعود أمينة صادقة مباشرة من شخص الرب يسوع المسيح
ومن الرسل الأطهار اللي استمروا بالرسالة. اليوم رح نسمع لبعض أصوات العابرين ورح نشوف إيه اللي غير حياتهم ولماذا يتميز المسيح عن سائر الأنبياء ولماذا تتفوق المسيحية على سائر الأديان. ورح نشوف أحبائي هؤلاء العابرين إنه دفعوا ثمن مش بسهولة، جاءوا للمسيح واضطروا إنه يتركوا عائلاتهم وبلادهم أيضا ويتهموا بأعظم أو بأكبر تهمة، الخيانة، مع إنه هؤلاء العابرين بحبوا بلدهم وبيصلوا من أجل بلدهم وبيصلوا من أجل الملوك والرؤساء والحكام اللي ما منشوف أي شعب آخر بيصلي بهذه الطريقة كما نراه في المؤمنين من خلفية غير مسيحية اللي آمنوا بالرب يسوع المسيح. فنحن نعيش في أيام إنه الله عم بيتظاهر، بيعلن عن ذاته، بيعلن عن نفسه، وبالحقيقة لا توجد قوة لأي إنسان، لأنه لا أستطيع أن أضغط على أي شخص، ولكن نحن نعيش بعصر الانفتاح. اليوم الناس ولا سيما الجيل الصغير بحب أنه يتحقق، وهذا الكلام للجميع. في كتير من الشباب المسيحي عم بيتركوا لأنه يمكن مش عم بيشوفوا الأجوبة المناسبة من رجال الدين، ولكن أيضا العديد من المسلمين عم بيتركوا الإيمان لأننا نحن في عصر الانفتاح، يستطيع أن يبحث، يستطيع أن يسأل، ويستطيع من خلال الإنترنت وكل الوسائل التواصل الاجتماعي وكل الوسائل يستطيع أن يعرف الحق والحقيقة. وهذا كله ليس كافي، ولكن كل إنسان عنده جوع روحي حقيقي لابد أن الرب يأتي إلى حياته. مشان هيك منشوف كتير من العابرين بقولك ظهر للمسيح، منشوف كتير من العابرين بقولك أنا شفت رؤية، شفت أو حلمت بالمسيح، أو اختبر معجزة أو إعلان أو اكتشاف، وعندما يسمع إلى كلمة الله كلمة الخلاص تتغير حياته. وهذا الشيء مش من برنامج واحد ولكن من برامج عديدة، من خدام مختلفون، كل واحد بيقدم ناحية، بيقدم زاوية، والناس عم تسمع الرسالة الكاملة والإنجيل الكامل وعم تيجي ليسوع المسيح. ابقوا معي حتى نبتدي بعد قليل بالتواصل مع بعض العابرين ونسمع منهم شخصيا. سأعود بعد هذا الفاصل. أهلا أعزائنا المشاهدين، رح أبتدي بالحديث في المكالمة الأولى مع الأخت مريم. الأخت مريم عابرة من مصر، ومريم على فكرة شاركت اختبارها وكان سبب بركة للعديد. وأنا في شيء لمسني باختبار مريم، هي جملة صغيرة وكانت عابرة ولكن إلها وقع وأثر كبير. بتقول إنه إحنا في هذه الحياة ترانزيت، فإذا أهم ما في الوجود هو نفس الإنسان، وعلى كل إنسان إنه يبحث حتى يصل ويكتشف الحق. أخت مريم أهلا وسهلا، أنت معنا على الهواء. مريم ألو. أهلا يا أسيس. أهلا أهلا أخت مريم، ربنا يباركك وشكرا كتير، وإحنا منقول مبروك إلك ولكل العابرين اللي بيشاهدونا ولا سيما في هذا الأسبوع
نحن نحتفل في يوم أو ذكرى العابرين. وطبعا أعطيني فكرة أخت مريم، يعني في ناس بتفكر أنه يمكن أعداد قليلة، ولكن بالحقيقة أنه أعداد لا نستطيع أن نحصيها ولا نعدها. مظبوط يا أسيس، الله يبارك في حضرتك. يعني الفرح فرحنا لأن إحنا المسيح افتقدنا، زي ما داود قال في المزمور: أخذني من وراء الضأن. ده اللي بحس بيه بالظبط، أنا كنت فين وبقيت فين. الظروف ممكن تبقى كانت صعبة، تجارب كتير، بس معرفة المسيح ملهاش ثمن. أنا بستشعر يعني زي النهاردة إن هو يوم العابرين، بستشعر لسه أول لحظة عيني فتحت فيها وتولدت من جديد، كأنها حصلت امبارح. أنا عرفت المسيح يوم 14 إبريل 2018، ولحد دلوقتي بفتكر لحظة لما عيني انفتحت والفرح اللي حسيت بيه. ولما قريت الكتاب المقدس وسمعت وقريت الآية اللي بتقول السماء تفرح بخاطئ واحد يعود، وبحس بفرح في السماء. فعلا الفرح في السماء زي الفرح على الأرض، زي الفرح اللي في نفسنا، إن احنا نعرف المسيح مع إننا كنا بعاد قوي. بشعر بامتنان كبير لي، أشكرك يا رب. أنا مين عشان تفتقدني؟ أنا مين أنا كنت في المزبلة وضعتني من المزبلة وعطتني في وسط أشراف شعبك وعرفتني حالك وعرفتني نفسك وعرفتني أنت إزاي بتحبني؟ فأنا بشعر في كل لحظة بامتنان أيا كانت الظروف اللي احنا بنشعر بيها. بس زي ما أنت قلت أسيس، وزي ما أنا بحس دايما، احنا في مرحلة ترانزيت. الشاطر اللي يبقى عينه على النقطة النهائية إيه؟ مش الترانزيت. أخت مريم، خليني أسأل سؤال مباشر. إيه اللي بيخلي المسلم يترك دينه ويأتي إلى المسيح؟ لاحظ أنا بقول مش المسيحية، يأتي إلى المسيح علما أنه سيواجه الاضطهاد والرفض أيضا. هو الإنسان أصلا مخلوق بطبيعته بفطرته ان هو متصل بالله. يعني كل انسان، لان احنا يعني احنا خلقنا بكلمه منه وروحنا دبت فينا بنفس منه. فكل انسان عنده بالفطره عايز يعرف مين هو الله، عايز يتصل بالله. حياته ما بتبقاش كامله ولا الشبع بيكون كامل غير باتصاله بالخالق، دي بالفطرة. يعني بالنسبة لي أنا، ما أكذبش عليك، أنا ما كنتش عارفة أن في تمن للتبعية، بس كان عندي رغبة محمومة لمعرفة الإله الحقيقي. ومعرفة الإله الحقيقي جات لي لأن ما كنتش عندي سلام في الإسلام، لأن تعاليم الإسلام كانت عكس فطرتي السليمة. الفطرة السليمة جاية من إن أكيد ربنا ده حاجة أعظم من أبويا. أبويا ده كان هو أول إحساس بالمحبة في حياتي، حبني جدا وأنا حبيته وعشت مدللة في حضنه. فما بالك يعني تفكيري أنا إن اللي خلق أبويا أكيد أحسن من أبويا. فما ينفعش أمسك الكتاب اللي أنا بتعبد من خلاله ولاقي مثلا إن أبويا السماوي أو الإله اللي خلقني بيقول مثلا جوزي المستقبل يضربني. طب أنا أبويا ما مدش إيده عليا، طب إزاي هو يدي كارت بلانش للرجل اللي حيكون جوزي إنه يضربني؟ أو مثلا ليه ربنا بيقول لي أروح أموت إنسان آخر بدافع إن هو عقدته مختلفة عني؟ طب ما هو الإنسان الآخر ده خليقة ربنا. طب أنا لو أنا إنسان عندي، يعني أنا مثلا بصنع شيء، لو أنا مثلا بصنع تمثال، سي مثلا أنا عندي مصنع وبصنع تماثيل، أنا مش عايزة حد يكسر التمثال بتاعي لأنه ده أنا اللي عملته. فما بالك إلهي، يعني هل الإله هيقول للإنسان موتوا بعض علشان خطري؟ هو أنا ضعيف للدرجة دي مثلا؟ ما عنديش مثلا أن أنا مش هقدر أدافع عن نفسي فبخلق إيه الإنسان، إيه الإله السادي ده اللي يقول للناس أنا ده مش عاجبني فموته لأنه عقدته مختلفة؟ فأنا ما حسيتش بتمن التبعية. أنا كنت عندي رغبة محمومة لمعرفة الإله الحقيقي وما استريحتش غير لما عرفته. وأول ما عرفته عرفت طعم الشبع، لأن زي ما الآية ما بتقول النفس الشبعانة بتدوس العسل. فأنا ما حسيتش بالشبع الحقيقي في الحياة غير لما عرفت المسيح.
وفي مثال في كوت بتتقال بالانجلش: what you own owes you, owns you. سوري. فانا كنت بحس ان انا فعلا لما تحس ان انت خلاص انت اي شيء بتمتلكه في الحياه هو بيمتلكك، لما تحس وانس انك تحس ان الاشياء دي ما بتمتلككش انيمور، انت بتحس بالقوه. ليه؟ لان انت مش عايز، انت عايش في حياه ترانزيت لحد الحياه الابديه، فاصبحت الحياه نفسها ما فيش حاجه تقوى عليك فيها، ولا ممتلكات ولا اي حاجه، لان في الاخر انت ملك للمسيح، والمسيح ملكك الحياه كلها بانك سلمت حياتك ليه. أخت مريم، خليني كمان يعني بلاحظ على السوشيال ميديا، بالذات على الفيسبوك، ولا سيما لما شخص احنا بنحط فقرات، يعني بنقطع الحلقة كلها وبنحطها بشكل فقرات، وبلاحظ هجوم كاسح فظيع. ولكن اللي استغربت له من خلال الهجوم انه ما بحبش الشخص يتعب انه يبحث. فمثلا لما انت حكيت، وفي كمان اخت تاني حكت، وفي كمان اخ حكى، دائما ردود الفعل كذابي، او انت مش مسلمة، انت بتتظاهري انه انت كنت بالاسلام بس انت لا بتكذبي او فلان، وبستخدموا كلمات قاسية. يعني اسف انه بقول هاي التعبير، بس هذا اللي عم بنقرأه في السوشيال ميديا. فيعني اسرع شيء للدفاع هو الهجوم. ما تعبش نفسك، اضرب وخلاص، وانت كأنه يعني. وبالحقيقة انه لا، احنا بنتكلم على عابرين امنوا ودفعوا الثمن، ومش لأي سبب آخر، ولا إغراءات، ولا أي زواج، ولا طلاق، ولا بالعكس، إنه يعني اللي أجل المسيح في دفع ثمن، في إنكار الذات، في حمل الصليب، في اضطهاد، ما فيش طريق مفروش بالورد. فشو ردك على هاي الرسائل اللي بيخبطوها هيك سريع، إنه لا أنت كذابة؟ شو ردك عليهم؟ صدقني أسيس، أنا شفت فعلا كام كومنت كده اللي بيقول دي أكيد مش مولودة مسلمة. كنت عايزة أقول له يعني تحب أطلع لك الاي دي بتاعي عشان تصدق. بس صدقوني، يعني أنا بفهم هم جايين من إيه. المرحلة دي مرحلة دينايل، محدش يحب يحس إنه هو وأبوه وعيلته كلها كانوا في طريق غلط، وكمان عايشين تحت كذبة كبيرة. الفكرة إن 1500 سنة من الأكاذيب اتزرعت في المنطقة العربية للأسف، يعني دواء، يعني في وبال حاصل. 1500 سنة من الكذب اللي هو في برين ووش حاصل من وهم صغيرين، من وإحنا صغيرين. أنا واحدة من الناس يا أسيس كنت يعني بحفظ قرآن في الجامعة، يعني من وأنا طفلة صغيرة كانوا بيلقنونا القرآن وإحنا صغيرين. يعني أنا حافظة أقدر أقول 5 أجزاء من القرآن لحد دلوقتي فاكراهم، وبقية القرآن عارفاه لأن فاميليار لي، لأن أهلي كانوا دايماً بيشغلوا إذاعة القرآن الكريم في بيتنا. فتخيل إن أنت طفل، الطفل ده بيبقى شيء هش جداً. تخيل إن أنت بتكون بترضعه مع اللبن، بترضعه كلام إن أنت اللي صح، ونحن خير أمة أخرجت للناس، وبعد كده حد يقول له انت غلط. انا بنزل، احنا يعني انا اشكر ربنا يعني كرمني بان انا بخدم في الشوارع، بنزل اكلم الناس عن المسيح، وبشوف مسلمين بقابلهم هو ما بس محتاجين حاجة واحدة بس، يعني هو ما بيدافع ان انا اللي صح، لان هو اتأقلم على كده ان انا اللي صح. ما فيش critical thinking. يعني لو واحد يفكر يقول طب اشمعنى انا اللي صح؟ ايه الجرانتي بتاعي ان انا اللي صح؟ هل ان ابويا وامي قالوا لي انت اللي صح فانا كده خلاص؟ طب احنا خلاص، سماوات مفتوحه دلوقتي. نعم. ادخل وشوف، اسال، اقعد مع الهك وقول يا رب انا بكل تضاعف بقول لك، ممكن تقول لي انا صح ولا غلط؟ وربنا امين. هما بس زيد تو جيف ات تراي. اقعد مع ربنا واساله يا رب انا صح؟ لو انا صح اتس اوكي. لو الهك بيسمع هيكشف لك اذا كنت صح ولا غلط. لكن لو انت مش واثق ان الهك بيسمع يبقى انت في عندك مشكله. لان مش معقول انت بتسمع والهك ما بيسمعش، مش معقول انت بتستقبل والهك ما بيستقبلش. يعني انا ايمان انه كل شخص يحق له انه ينادي في دينه، ولكن مش بالعنف ولا بالتهديد. وانا بعرف انه في دول مفتوحه او منفتحه اكثر من دول اخرى،
يعني احنا تربينا بفلسطين ما عندناش هذه العنصرية الكبيرة بين مسلم ومسيحي، بالعكس تربينا مع بعض وفي محبة. ولكن طبعا هذا لا يلغي أن كل إنسان له الحق يعرف بدون الإساءة طبعا، ولكن كل إنسان له الحق. وعلى فكرة مش بس أنتوا، يعني أنا كمية الشتايم وكمية التهديد والوعيد واللعنات والسخرية يعني أكثر من عدد شعر رأسي، ولا سيما كلما بستضيف شخص عابر من أجل المسيح. أنا بصلي إنه يعني بقول الكتاب باركه ولا تلعنه، وإحنا كل شخص بيلعن أو بيوصف بالكذب، يوصفنا بالكذب أو بالشتايم أو باللعنات، إحنا منردها إنه بركة عليك وعلى أسرتك وعلى حياتك. سؤال أخير أخت مريم، الناس اللي عم بتشاهدنا حالياً ولا دول جماعة محتفلين بيوم العابر، ايه الرسالة اللي عاوزي توصليها لربما حد من عيلتك عم بشاهدك؟ وطبعا انت بتحبيهم، بتحبي بلدك، بتحبي الناس، ايه الرسالة اللي انت عاوزة توصليها؟ انا عايزة اقول لهم ان انا بحبكم قوي، لكن انا عملت حقي الطبيعي، ربنا خلق لي عقل عشان افكر بيه، ممكن تكون قراري ما كانش حلو بالنسبة لكم، ممكن تكون انتوا كمان اتألمتوا بسبب القرار اللي انا اخدته، الألم كان في الناحيتين، لكن انا لسه بحبكم. وفي نفس الوقت ربنا المسيح قال فتشوا الكتب، انا كل اللي عملته، لان إلهنا الخالق السماوات والأرض ده حاجة عظيمة قوي، ده حاجة كبيرة قوي، مش معقول يكون خلق لنا عقل ويقول لنا ما تفكروش. أنا فكرت وصليت وربنا كشف لي ذاته، عشان كده أنا اتبعت المسيح. حب أقول لكم حاجة واحدة بس، حياتكم الأبدية تستاهل أن أنتوا تقعدوا بكل تواضع وتسألوا الإله الحي اللي أنتوا عارفين أنه هو حي، الإله الواحد، تسألوه يا رب ماذا تريدني أن أفعل، يا رب اكشف لي ذاتك. حياتكم الأبدية تستاهل. الأكل الشهات اللي احنا خدناها من جدودنا ومن جدود جدودنا مش هتنفعنا بعد لما نموت، بعد ما لما نموت هنقف قدام الإله الحقيقي. حياتكم تستاهل. المسيح قال أنا هو الباب، أنا هو الباب بالألف واللام، يعني ما فيش باب غيره. المسيح قال أنا هو الطريق، أنا هو الحق، أنا هو الحياة. المسيح موجود في قرآنكم، اقروا القرآن هتجدوا المسيح، لأن أنا وجدت المسيح لما قريت في القرآن كويس. ليه المسيح مميز؟ ليه المسيح هو الوحيد اللي هيجي مرة تانية؟ ليه المسيح هو الوحيد اللي إبليس ما قدرش يلمسه لحظة ميلاده؟ كل ابن آدم لمسه الشيطان ساعة ولادته ما عدا المسيح ابن مريم. محمد قال كده لأن محمد ما يقدرش يكذب، وين اتكمز للمسيح، وين اتكمز للإله الحقيقي، ما يقدرش يكذب. فالمسيح يستاهل ان انتوا حياتكم الأبدية. لو مش خايفين على يعني خافوا على حياتكم الأبدية، عودوا وسألوا نفسكم يا رب انت فين، وربنا كفيل يقول لكم هو مين. آمين آمين. شكرا كتير يا أخت مريم، ربنا يباركك وكل عام وانتو بخير، كل سنة وربنا يباركك ويستخدمك أكثر وأكثر. شكرا. أشكرك يا أخت مريم. أشكرك. وشكرا لك. عاوز أقول شيء مهم جدا، إنه اليوم إحنا مش متكلم على أفراد، إحنا بنتكلم على كنائس، على مجموعات في كل الدول، في كل بلد، في كل دولة، في كل مدينة، في كل قرية، في اجتماعات من العابرين. ومش بس اليوم، معظم الخدام أو العديد من الخدام من القساوسة وخدام الكلمة، سواء على الميديا، على التيفي، على الفيسبوك، كلها من العابرين. وصدقوني أنا دائما بقول إنه بعد قليل رح تكون الكنيسة اللي من العابرين من خلفية غير مسيحية رح تكون أكثر من الكنيسة الأصلية أو التاريخية اللي يعني اللي اليوم طبعا برضو عددها قليل في الشرق الأوسط شمال أفريقيا، ولكن الكنيسة راح تزداد من العابرين. فنشكر الرب من أجل هذا الموضوع. إذا في كمان يعني من العابرين بحبوا يتواصلوا، أهلا وسهلا فيكو. مين معانا؟ أهلا يا سيس، إزيك؟ أنا إيناس. أهلا أهلا يا أخت إيناس، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
كيف الحال؟ عامل ايه؟ ربنا نشكر الله، رب يباركك، صالح، تعيش، الرب صالح، ربنا يباركك يا أخت إيناس، تفضلي. الرب صالح جدا وبيعمل عمل عجيب وعظيم في أماكن كثيرة. يعني انت عارف موضوع المتنصرين ده كان خطر حتى ان الواحد يمنشن، لكن دلوقتي ان يبقى فيه يوم معتبر للعابرين ده في حد ذاته، يعني نشكر ربنا، نشكر ربنا. أخت إناس، يعني طبعا أنت عبرت ليسوع المسيح، خليني بشكل مباشر، إيه اللي جذبك إنه تيجي ليسوع المسيح؟ بص، الكتاب بيقول الذين سبق فعرفهم عينهم. أنا آخر ما كنت أتخيل أني أبقى في يوم من الأيام مسيحية، ولكن الله صالح ويعلن ذاته للي يقوم طريقه. أنا طول عمري كنت أخاف الله، بس أنا الله، الله اللي بعبده، لحد ما حصل يعني أن في وقت معين كان عندي شك، فبدأت أسأل يا رب أنت فين. لما الرب يعني وراني ذاته، بص، في تغيير ما بيحصلش غير بإيد المسيح، ده اسمه تبديل للقلب. ده أكتر حاجة أقدر أقولها مع كل حبي وتقديري طبعا لأخواتي المسلمين اللي أهلي لسه منهم. مهما كان العمل والعبادة والتأدية وإنك تحاول تجمع حسنات ومش عارف إيه، ده كله بيبقى زي ما يكون من بره، زي ما يكون لابس هدوم جميلة قوي، هدوم حلوة قوي ونظيفة، بس يعني سوري كده من جوه يعني إيه، مش صح. أنا ما أقصدش إن حد وحش، مش قصدي، عايز أقول إن تغيير الإنسان ليصل للصورة عينها ده ما بيحصلش غير لما الرب يمد إيده ويغير القلب اللي هو خلقه. خلي بالك، أنا برضو مهما قاعد أقول اللي ما تغيرش مش هيحس، اللي يحس ده اللي كان أعمى والآن يبصر. لكن أنا ما أقعد أقول للناس اللي مش شايفة ده النور لونه كذا، مش هيحس، مش هيفهم. كل اللي أقدر أقوله لأي حد بيسمع، لو عندك 1%، ربع في المليون، إحساس في قلبك إنك عايز تعرف الله أكثر، ارفع وشك للسماء وقوله يا صانع السماء والأرض، اعلن لي عن ذاتك. الله قد كده قريب، وقد كده معلش أتجاوز وأقول بسيط، وبيتلكك عشان يكرم البني آدم ويعرفه على ذاته. بعد كده بقى التغيير مش بيبقى يعني ايه، واحده 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 واحده، افغر فاك وانا املاه. بعض الناس التغيير معاها بيبقى بسرعه اسرع من اخرين، ولكن كل يوم في تغيير، ايا كان هذا التغيير، لكن كل يوم في تغيير، كل يوم من مجد الى مجد، يعني كما من الرب. اخت ايناس، ايه اللي اكتشفتي في يسوع المسيح كشخص أو شخصية متميزة عن أي ديانة أخرى؟ هو أولا برضو تاني مع احترامي للناس اللي بتقارن، هو ما ينفعش يقارن، يعني في مقارنات بسمعها كتير، محمد ويسوع، ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش أقارن الله الخالق بأي حد تاني. فأنا هرد على السؤال، لكن مش في حد تاني، لا، أنا هرد على السؤال ده اللي في يسوع. تقدر تقول كده ايه، وانا مش بقول الكلام ده يعني لا تفخيم ولا دعاية، بس تقدر تقول كده ايه، ملك بسيط، مدرس قريب جدا، صديق حاضر، في علاقة شخصية، في علاقة شخصية، إن يعني زي ما يكون معايا رقم تليفونك وفي بينا علاقة شخصية، أقدر أرفع التليفون وأكلمك فأنت تعرفني فبترد عليا، فعلاقة شخصية زي ما بيقول الخواجات، انتمسي كده. مع احترامي للديانات الأخرى أتكلم على الإسلام لأن هو ده اللي أنا كنت فيه، بيبقى فيه علاقة مع ربنا وكل حاجة، لكن في حدود، ما ينفعش البني آدم أو العبد، لأن البني آدم عبد لله، ودي حاجة في الإسلام كويسة، يعني إنه يبقى عبد، العبد ده ليه حدود ما يتطولش عليها، في حاجات ما يسألش فيها، لازم يعرف إن هو عبد وإن ده الله. فحتى ما تيجي تصلي مثلا، يعني كنت أصلي مثلا فاطلب من ربنا حاجة، أقول له يا رب طب عشان خاطر حبيبك النبي مثلا، يعني تمام. الموضوع مع الرب يسوع مش كده، إذ لنا ثقة
لنا ثقة، ثقة احنا لينا، احنا ان احنا ندخل ليه داعين وقائلين ابا. انت متخيل الناس، الملكة اليزابيث الله يرحمها، الناس لما كانت بتروح تقابلها كان المفروض انه في بروتوكول معين عشان تقابل الملك، وحتى في طريقة الوقفة لازم، مش عارفة ينحني ازاي ويعمل ايه. لكن مع الرب انت بتدخل تتكلم اليه طبعا بكل خشوع واحترام، لكن بلا حائل لاب. على فكرة أنا عن نفسي واحدة من الناس أخذ الموضوع معايا فترة طويلة جدا، على ما بقيت أجرؤ من جوه إن أنا وصاب وأنا بصلي حتى أقول له أبا. يعني كان بالنسبة لي دي يعني لا يا رب، أنا جيت لك وكل حاجة، بس برضه يعني المقامات محفوظة. يعني أنت فاهم الإحساس، البني آدم لما بيبقى اتربى على حاجة معينة صعب تأشرها في يوم وليلة ويعود المجد للرب. أنا فاكرة إن أنا في مرة في سنة 2013 كنت بصلي، وأنا بصلي طلعت مني كده، قلت له أبا، والرب رد عليا وقال لي دي أول مرة تدعيني أبا. فإذا بتفرق معاه هو كمان، انت معتبر فعلا ومصدق ان هو اب ليك ولا لا، أمين. وبتفرق جدا، بتفرق جدا مع الرب، بتفرق جدا ان انت مثلا في اولادك واحد منهم يجي متعشم او يجي متيقن ان انت سامع له لانك بتحبه، مش سامع له علشان مثلا هو عمل ده حلو وده وحش وده يعني علاقة. ده كل اللي اقدر اقوله، علاقة. أخت إناس، طبعا أنت اختبرت الرب من فترة، ولكن خليني أسألك اليوم، في كتير ناس بيشاهدونا، في ناس عندهم القناعة، يعني كتير من أحبائنا المسلمين عندهم القناعة العقلية بيسوع المسيح، بيعرف أنه شخصية متفوقة، بيعرف أنه يعني أنه المسيح لا يقارن، ولكن حتى هذه اللحظة لم يؤمنوا به قلبيا، طبعا لأسباب كثيرة. ايه ممكن الرسالة اللي توصليها للناس اللي عم تسمعنا؟ بص يا حضرة الأساس، عشان أكون أمينة، إن لم يبني الرب البيت باطل تعب البنايين. إذا أنت عندك، لازم يكون الإنسان، أصل ربنا بيحترم إرادة الإنسان جدا للأسف، للأسف. فلازم يكون الإنسان بإرادته عنده من جوه حاجة، أو يعني العربي راح، هو عاوز اشتياق إنه يعرف الله الحقيقي، أو إنه يعرف الله الحق، أو إنه يعرف الله أكتر. إذا عندك الاشتياق هذا، قوم طريقك أمام الله بضمير الإنسان، وضمير الإنسان العادي اللي احنا عارفين المغروس في قلوبنا، وارفع عينك للسماء وقول له يا رب بس وريني ذاتك يا إله إبراهيم، وريني ذاتك. إبراهيم يعني كل الديانات وخصوصا المسلمين عارفين أن الله إله إبراهيم بالضبط. فيا إله إبراهيم يلي كنت بتتكلم لإبراهيم في أيام الجاهلية، إذا كان الله كان يتكلم لإبراهيم أيام الجاهلية قبل ما يبقى حتى في نور، الله هو ما بيتغيرش. والإخوة المسلمين الأعزاء عارفين إن الله سرمدي، من الأسماء الحسنى، ثابت ما بيتغيرش. ارفع عينك لفوق كده وقول له اعلن لي عن ذاتك، هو هيعمل عجبا، وهو ممكن يكلمك برؤى في الليل وأحلام، هو قادر. بس قوم طريقك واطلبه من القلب. آمين آمين أخت إناس، فعلا ربنا يباركك، وألف مبروك عليك المسيح، كل سنة وانت سالمة، وربنا يباركك ويبارك أسرتك ويبارك خدمتك أيضا. شكرا جزيلا. سلام 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 ربنا. أحبائي، شخصية المسيح شخصية متميزة، شخصية فريدة، شخصية متفوقة جدا. عارفين يسوع المسيح ولد من عذراء، ولادة عذراوية. يسوع المسيح هو الوحيد بلا خطية، لم يفعل خطية، منزه عن الخطية، كامل قدوس، يعني منفصل عن الخطاة كامل. شيء ثالث، المسيح تمم مئات من النبوات في مجيئه الأول وفي مجيئه الثاني أيضا. هاي النبوات استحالة تتم واحدة أو تنتين في شخص واحد، فكون النبوات تتم في شخص واحد، هذا إن دل على شيء بدل الله ساهر على كلمته ليجريها، وإنه شخصية المسيح شخصية غير عادية،
جاء إلى عالمنا بشكل غير عادي، ولكن ولد من عذراء. شيء رابع، المسيح هو الوحيد الذي نقول عنه إنسان كامل بلا خطية، إله كامل. أنا بعرف أنه كثير من أحبائنا مشاهدينا لا يستسيغ هذه الفكرة، فالمسيحية تقدم الله كثالوث قدوس، الآب والابن والروح القدس. الله الآب له وجود ذاتي، الله الابن هو كلمة الله الناطق العقل الإلهي، والروح طبعا روح الله. فإذا لا أستطيع أن أعبد إله مجرد بيعلن عن صفاته في وقت معين، فهذا ليس إله وليس كامل، فهو إله كامل يتطور مع الزمن. ولكن منذ الأزل الله له وجود ذاتي، له كلمة في عقل وكلمة وروح أيضا. فإذا استحالة أعبد إله ما عندوش حياة، صعب أعبد إله ما هوش كلمة ناطق يستطيع أن يقول كن فيكون، أقصد يسوع الذي يقول كن فيكون. وهكذا أحبائي، الكتاب قدم يسوع أنه المحبة المتجسد، أنه نور العالم. تعليم المسيح ليس له مثيل، معجزات المسيح خارقة، معاملات المسيح متفوقة. انظر كيف تعامل مع الأعمى، كيف تعامل مع الخطاة، كيف تعامل مع حتى الأعداء، كيف تعامل مع كل نوعيات الناس، مع الأطفال، مع النساء، مع الزانية، مع كل نوعيات الناس. كانت معاملات لطيفة متميزة جدا. ثم أحبائي، ولد المسيح لكي يكون المخلص والفادي أيضا. وهذه الكلمة لا تطلق إلا على الله، الله هو المخلص بحسب العهد القديم، عدة آيات في هوشع في إشعياء إنه الله هو المخلص. فإذا العهد الجديد يقول عن يسوع أنه هو المخلص والذي يخلص من الخطية. الناس تعبت، أجوا أنبياء كثيرون وكلمات كثيرة سمعوا وكل أنواع الإعلانات، ولكن لم تغير قلب وحياة الإنسان. أخيرا جاء يسوع وولد من عذراء، عاش حياة خالية من الخطية، علم، صنع معجزات. ولكن الشيء المتميز في المسيح مش أجا حتى يكون سوبرمان يفرج معجزات وتعليم وأشياء متفوقة. كان إنسان كامل، اتعاطف مع جسم بشريتنا، اتعاطف معنا لكي يفدينا. ثم بما أنه الإنسان الكامل صنع فداء وكفارة لكل البشرية. فإذا يسوع المسيح متميز، متميز. فالمسيح جاء ولد لكي يموت، يموت على الصليب، نعم صليب العار، ولكننا نفتخر أنه مات وأخذ مكاننا وعقابنا، عقاب كل خطايا البشرية. ولكن تصريحات المسيح لازم ننتبه لها، تكلم عن القيامة. المسيح أقام الموتى، بل أقام نفسه من الموت. ما فيش أي شخصية في كل الوجود تستطيع أن تقيم نفسها. المسيح أقام نفسه وظهر للتلاميذ 40 يوم، وصعد إلى السماء أمام التلاميذ، وأرسل الروح القدس، وابتدأت الكنيسة. هذا ما يميز شخصية المسيح. لم يرسل جيش، بل ناس تألمت وماتت من أجل رسالة يسوع المسيح. من أجل هذا نحن نفتخر بيسوع المسيح المتميز. نأخذ مكالمة أخرى. أهلا وسهلا، مين معانا على الهواء؟ أخت رشا أنت معانا على الهواء؟ أيوة معاك أخي نزار. أهلا وسهلا أخت رشا، ربنا يباركك وربنا يقويك. الأخت رشا نور طبعا بتعرفوها، دائما بتشاهدوها على البرامج، ولا سيما مع برنامج ليكن نور. كل سنة وانت سالمي أخت رشا، أنت تعتبري أم للكثيرين. من بداية إيمانك ولما بتطلع اليوم وين وصلنا، شو يعني إيه اللي بدور في ذهنك؟ يعني كنا وصرنا إلى هذا الوضع، إيه اللي عاوز تشاركيه؟ عايز أقول إن الرب
مجد، وبيوصل كلمته وبيوصل محبته لكثير من البشر. ربنا بيفتقد المسلمين يعني في العالم كله، وعايز أقول مش بس كمان المسلمين، لكن هو بيفتقد العالم قبل مجيئه. كنا زمان بنشوف العابرين أعداد مئات، دلوقتي بقوا ملايين، والأعداد عمالة تزيد، لأن محبة الرب الغنية عاملة زي النهر اللي يمكن إنسان يقدر أن هو يقف وشه. محبة بتقتحمك، بتملى حياتك، بتوريك قد إيه إن إنسان عنده فراغ وهو ما عندوش المسيح. أنا أما جيت للمسيح حسيت بالنور اللي بيضيء حياتي، وأدركت إن أنا كنت عايشة في ظلمة رهيبة جدا، ولأن النور ده هو على حياتي كنت بحب أشارك بعمل الله في حياتي مع أي بني آدم بتقابل معي. ونشكر الرب من أجل القنوات الفضائية، من أجل قناة الحياة، من أجل برنامج يكون نور اللي خلى الصيام مش الأعداد يعني محدودة ناس بتقابل معاهم، لكن قدر يوصل لملايين من البشر اللي فعلا يعني شافوا التغيير اللي حصل معايا ومع ناس تانية كتير، وعرفوا قد إيه المسيح بيعرف بيغير الإنسان من جوه، مش بيغير تغييرات خارجية. ما بيقولكش البس وتوضى وأعمل ممارسات خارجية، لكن بيغير الإنسان من جوه، بيغير قلبه، بيغير حياته، بيغير تفكيره. وهو ده الحاجة العجيبة اللي بيعملها المسيح، المعجزة اللي بيعملها المسيح. أنا بشكر يعني بشكرك أخ نزار إنك أنت يعني عملت البرنامج النهاردة لتذكر يوم العابرين. يوم العابرين ده يوم غالي جدا عليا، يوم مميز جدا، لأن طبعا يوم العابرين كل العابرين فيه بيحتفلوا، وده يوم مميز للعابر إن هو يقول أنا حياتي اتغيرت، أنا حياتي اتبدلت، أنا يسوع دخل حياتي، أنا يسوع افتقد حياتي. وعايز أقول كمان إن يوم العابرين ده بيجمع كل العابرين في كل أنحاء العالم، الناس كلها بتحتفل بيه باختلاف الجنسيات بتاعتهم، كل اللي عبروا إلى نور المسيح، وده حاجة مميزة جدا. أنا بشكر كل إنسان يعني كان على قلبه الأمر ده. عايز أقول النهاردة يعني كنت نودع حد رائع جدا معانا في خدمة العابرين، كان أب جميل جدا، كان خادم مميز جدا جدا، كان بيتفانى في خدمة العابرين بشكل أنا ما شفتش زيه بصراحة في خدمتي، بقالي دلوقتي 33 سنة مع الرب. أنا ما شفتش حد بيخدم الرب زي ما هو كان بيخدم. طبعا أنا بعزي أهله، هو الدكتور رؤوف ده كان حد مش عايز أقول قد إيه، كان عنده أبوة وعنده محبة، كان فعلا يوصل محبة الرب، يعني كان حب الرب للناس. وأنا بصلي إن ربنا يعني يقيم ناس من الكنيسة يكون على قلبهم الخدمة دهية، وعلى قلبهم العابرين يكونوا بيقدموا محبة ما فيهاش عنصرية، انت فين، في انهي كنيسة، في انهو مش عارفة ايه، لكن محبة كده، محبة يسوع اللي بتفيد وبتغمر اي بني ادم يعبر الى نور المسيح. طبعا انا يعني بحتفل مع كل العابرين، وبعيد على كل عابر
سواء كان معانا او بيحضر معانا في الخدمه عندنا او يعرفني عن طريق التلفزيون، بقول له كل سنه وانت طيب، النهارده يوم مميز ليك. النهارده عبر عن امتنانك للرب، شارك اختبارك مع كل بني ادم تقابله، وصل كلمه المسيح علشان الناس تيجي للرب. الرب اللي غير حياتك شارك بالتغيير اللي حصل في حياتك علشان تمتد رسالة المسيح وتوصل محبة المسيح لناس كتيرة. آمين. رب يباركك يا أخي. ربنا يباركك أخت رشا، وتعزياتنا لكل الأسرة. ربنا يستخدمك كمان في هذه الظرف الصعب. هو دكتور رؤوف هو مع الرب يسوع المسيح حاليا. أمين. بحب أوجه رسالة كمان لكل المضطهدين وكل اللي بمروا بظروف صعبة جدا من أجل إيمانك، من أجل محبتك ليسوع المسيح. أنا عاوز أشجعك، أثبت الرب جاي عن قريب، وإحنا في الترانزيت. صدقوني مش هاي هي الحياة، ما فيش رجاء حتى في هالحياة، ولكن رجاءنا في يسوع المسيح. احنا في الترانزيت للأبدية. ربنا يشددكم انتوا في محبتنا وصلواتنا، كل المضطهدين، كل اللي بواجهوا كل أنواع التحديات وكل أنواع الاضطهادات. واحنا عارفين عن كتير ناس اللي بمروا في ظروف صعبة جدا. الرب يغمركم بحضوره، الرب يثبتكم، الرب يشجعكم، الرب يعزيكم. وبصلي من أجل كل المضطهدين والمقاومين أنه يعرفوا كمان الرب يسوع المسيح. قبل ما أخذ المكالمة رح أخذ فاصل قصير. أهلا أحبائنا مشاهدينا، مرة تانية بحييكم. واليوم هو احتفال ذكرى العابرين، لكل عابر كل سنة وانت سالم، كل سنة وانت سالمة، وكل عام وانتم بخير. ربنا يحميكم ويبارككم، ورب يشجعكم ويقويكم. أيضا رح أخذ مكالمة من أم أحمد. أم أحمد أهلا وسهلا، أنت معنا على الهواء. أم أحمد أهلا وسهلا. ألو. أهلا أهلا أم أحمد. معلش بس صوتي قوي قوي. يعني أنا سامعك، سامعتيني؟ أنا سامعك فعلا بس صوت ضعيف خالص. طيب أم أحمد، يعني اليوم إحنا بنحتفل في ذكرى العابرين، وإحنا قلنا في البداية إنه في أعداد كبيرة اللي رجعوا ليسوع المسيح. ايه اللي جذبك ليسوع المسيح؟ اولا انا بشكركم ان انتوا بتدوني فرصه الناس تسمع صوتي، اني اشهد لمجد ربنا. بشكركم حقيقي من كل قلبي، وربنا يبارك خدمتك ويباركك. ده اولا. اما انا فانا اول حاجه جذبتني للمسيح او من معتقدي انا للدين والمسيحيه، ولما انا دخلت الدين المسيحي عرفت ان هو مش دين، هو علاقه مع الله.
القيود، اقدر اسال، اقدر اسال الله ازاي خلق كذا، ازاي حصل كذا، ايه الاسباب التاريخيه للحدث الفلاني. لكن قبل كده ما كانش ليا الحق اني اسال، كنت مقيده، اي حاجه حرام، اي حاجه غير مقبوله. ام احمد صوتك صوتي واصل؟ لا دلوقتي واصل. يس اوكي. فالتحرر ده خلاني حسيت ان ده فعلا في الله حقيقي في الدين ده. اقدر اسال، مفيش حاجه اسمها حدود ان انا ما اسالش. الله بيحترم عقلي، لازم اسال واصل، كل حاجه ليها سبب. فده كان بالنسبه لي حاجه مريحه، خلاني حسيت براحه مع المسيح. رجع راح الصوت كمان مرة. أم أحمد سامعني؟ دلوقتي سامعك، تفضلي. مش عارفة، أنا مش عارفة أقول لك إيه، الشيطان بيحاربني مش عايزني أتكلم. لا اتكلمي، والشيطان تحت الأقدام. مكتوب باسم يسوع. آمين. تكلمي يا أخت أم أحمد. طيب ام احمد احنا راح نرجع لك كمان مره، اذا في مكالمه ثانيه انا ممكن اخذها. طيب اسف انه يعني الصوت مش واضح كثير من ام احمد، ان شاء الله بنصلح هذا الموضوع مع انه الوقت عم بيقترب، ولكن احنا عاوزين نعطي فرصه وصوت لاكبر عدد. وكنا اليوم نتمنى انه البرنامج او الحلقه اطول، لانه صراحه في كمان بعض الاشخاص اللي كانوا ممكن يشاركوا ويحبوا يشاركوا معنا. اول ما بيزبط الصوت انا بحكي طبعا للمخرج ممكن ترجعوا للصوت حتى تكمل رسالتها ام احمد، واذا في حد تاني كمان اهلا وسهلا ممكن يشارك. ام احمد انت معانا الان؟ ايوه انا كده سامعه كويس. طيب ممتاز، اتفضل اتكلمي. انا كنت بقول اني انا فخوره بمعرفه المسيح، وده يعني كرم كبير من ربنا ان هو افتقدني، وانا كنت في وادي الظلمه، كنت بعيد بعيد بعيد. فالحاجه اللي لفتت انتباهي للمسيح ان هو مدينا حريه نسال، عندنا حريه نتكلم، عندنا حريه، ما عندناش قيود زي اي دين تاني. فده بالنسبة لي يعني تصرت من عليا، أقدر أتكلم وأعمل علاقة مع الله. الله حي بيسمعني، الله مش غايب ولا بعيد. أيوة أم أحمد أنت سمعتيني؟ أنا كده سامع حضرتك كويس جدا. طيب يعني دايما في سؤال يسأل إنه طيب لو حدثت الحرية في بلادنا العربية وشمال أفريقيا مثل يعني حرية الغرب وأمريكا، كندا، أستراليا، أوروبا، في البعض بيقول أنه أغلب العالم الإسلامي ممكن يصير مسيحي. أنا بالفعل عندي أصدقاء مسيحيين في السر، بس منتظرين الفرصة أن هم يظهروا للنور. مش هقول لك واحد ولا اتنين، يعني أنا اللي عرفتهم وكنت بروح معهم الكنائس عشرات عشرات. فدول انا هتكلم عليهم بس، فما بالك اللي انا ما اعرفهمش، يعني في محافظتي انا لوحدي عشرات انا عارفاهم مؤمنين جدا بالمسيح، ولكن لا يستطيع ان يجهروا بذلك. يعني حضرتك عارف كويس قوي اللي يجهر بذلك، يعني حد الرده والكلام ده. فهم يدونا، يعني هو القران نفسه قايل من شاء فليؤمن من شاء فليكفر. ادونا بقى، طبقوا بس الايه دي وشوفوا، شوفوا النعمة اللي الناس عايشين فيها تحت الأرض بتظهر إزاي. ادونا حقنا إن إحنا نعيش. يعني إزاي بتناقض نفسك وتقول لي هنا براحتك عايز تؤمني بينا أؤمني ومش عايز، وبعدين تقول لي المرتد يقتل. سيبني براحتي، سيبني أختار إلهي بشكل بحرية. أنا اللي هقابله في الآخر. أيوة. طيب أكيد في كتير ناس عم بسمعوك من المؤمنين من خلفية إسلامية، ولكن يعني ما أعلنوا إيمانهم بشكل واضح، إيش رسالتك
لهؤلاء الناس؟ أقول لهم تمسكوا، وأنتوا في التجارب اللي بتبقى قبل، يعني كل واحد ليه وقت وهيظهر نفسه وهيطلع على الملأ ويقول أنا مسيحي بكل فخر، لكن في الوقت اللي قبل كده بيمروا بتجارب صعبة جدا، ولكن يد الله بتبقى ظاهرة. كان أجمل وقت في حياتي ماسكة فيه، مشبكة إيدي في إيد الرب يسوع المسيح، وأنا بضطهد وأنا بتأذي وأنا بيتسلب أموالي وبيتسلب حاجتي قدام عيني، ولكن كنت الله مليني سلام ومشبعني. هم مش قادرين يفهموا إن اللي بيوصل فعلا لمقابلة السيد المسيح بيشبع، لا يريد شيء حقيقي حقيقي من كل قلوبنا، بيشبع عاطفيا، بيشبع ماديا، بيشبع معنويا، بيشبع. وأنا بتمنى إن الناس اللي هي متحجرة قلوبهم ومن ضمنهم أهلي، أتمنى وبصلي لهم من كل قلبي بس يدوا ربنا فرصة يقبلوه ويسمعوه، لأن هو مش هيفرض نفسه على حد، هو هيكلم معاك، قبلته اتفضل، ما قبلتوش انت حر، هو خلقك حر ومديك الحرية. بس أنا ببوس على رجليهم، نفسي يدوقوا الحلاوة اللي أنا دقتها، نفسي يدوقوا الشبع والفرح والسلام والنعمة. يا أسيس أنا بحس أني أنا هنا عايشة في الأبدية، لا ينقصني شيء، كل تصوري عن الجنة اللي كنت الأول بيقولوا لنا أنهار عسل ولبن وكذا وكذا وكذا، كل تصوري عن الجنة أن يكون فيها يسوع، فأنا بالفعل في الجنة، فهم حرمين نفسهم من الجنة على الأرض وفي الآخرة. فأنا يعني بصلي من كل قلبي للمتحجر قلوبهم اللي بيرفضوا يسمعوا، بدل ما تلف حوالين الحجر اللي لا ينفع ولا يضر، فوق، ادي فرصة لله يشتغل في قلبك ينظف، إذا دخل النور ذهبت الظلمة لا أثر ليها، ادي فرصة للنور يدخل قلوبكم. نفسي نفسي أبوس على رجل كل واحد يدي لنفسه فرصة، مش هقول لك خش الإيمان، ادي لنفسك فرصة، اقرأ اقرأ وافهم، هات التسلسل التاريخي، افهم احنا ازاي كنا قابلين ان يبقى القدوة بتاعتنا متزوج من طفلة وبيشرح، انا كنت رحيم بيها وما دخلتش عليها، بيشرح كلام لا يقبله بشر على بنته ابدا ابدا ابدا. فيا جماعه احنا، انا من الناس اللي كنت مقيده بان قال فقد صدق، كنت بقول كده، انا بنفسي كنت بقول كده، فعشان كده بقول لهم ذوقوا الحلاوه، ادوا لنفسكم فرصه النور يخش قلوبكم. امين اختي ام، يعني ربنا يباركك ام احمد وربنا يستخدمك. انا عارف ان الوقت عم بمر بسرعه، ولكن بشكرك على كل تشجيع، وانا عاوز اقول لك كل سنه وانت سالمه، وربنا يعطيك سنين خير وبركه. وراح اعتذر للاخت مريم من السودان، ان شاء الله في حلقه تانية بتكون معنا. انا عاوز اقول احبائي في الختام، رساله المسيح هي رساله الخلاص من الخطيه، ورسالة الخلاص للحياة الأبدية. رسالة المسيح هي رسالة المحبة، رسالة الغفران، رسالة السلام، رسالة البركة، رسالة التغيير، رسالة الحرية، رسالة الشفاء، رسالة فعلا بينقل من الظلمة إلى النور. الرب يباركك.